لو انت عايش بهذه الظروف اللي عايشها احمد خلف وسط رفض الجماهير والاداره ما ماسكه المدرب بطريقه قويه وداعمته، راح تقدر تعمل بهذه الظروف؟ لا اطلع. تطلع؟ اي اطلع. ليش؟ هذا من يصير اكو عدم انسجام، عدم توافق، عدم رضا، عدم ثقة بين الجمهور، عدم ثقه بين الجمهور والكادر التدريبي. يعني بقل انا اشتغل انه ما دا حتى اشتغل ضد الفريق المنافس، يعني اشتغل حتى ضد الجمهور. تتفق مع ما قاله راضي شنيشل؟ بصراحة ضغط كلش كبير يعني على المدرب، وهذا تصريح صحيح انه المدرب يتحمل معاناة وضغط ومدرب دا يغلب، اكيد فقد قناعة المدرب يعني حقيقة. تجرد من كونك عضو هيئة ادارية، انت اليوم امامي لاعب منتخب وطني، راضي شنيشل يقول المدرب يعيش هاي الضغوط؟ اطلق شقين، واني الشق لو اتحدى وانه عنده ثقه بنفسي اقدر انه امشي، يعني انا اقنع الجمهور انه انا افضل، انا اقدر احقق شيء. لو اتحدى لو انسحب؟ انسحب. لو يعني انت مكان احمد خلف بهذه الظروف شو تسوي؟ انا؟ اي انا ما اتحمل. تطلع؟ اي اطلع. انا هيك قلت نجرد على عضو اداره ومشرف فريق هيثم كاظم، تطلع؟ انا ما اتحمل اطلع. لو كنت مكان احمد خلف تقدم استقاله؟ انا اطلع، بس هو عنده صبر يعني وعنده قناعه. صوره وتعليق. الصوره الاولى